بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبينا الآيتين اللتين تعرضتا لمجمل هذا الكلام، وإن كان هناك تفصيل في كثير من المسائل جوابا وفي تفصيلها ترتيبا. والذي نحب أن نقوله إن قول الحق سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا، كما يقول النحاة الذين آمنوا في محل نصب اسم إن، والذين هادوا برضو في محل نصب اسم لأنها معطوفة عليه، إن محمدا وعليا وإبراهيم وأحمد، كل دي معطوفة على اسم إن. هنا بقى نشوف إن الذين آمنوا أدي اسم إن منصوبة، والذين هادوا برضو في محل النصب، والصابئون كان القياس أن يقول إيه والصابئين، لأنه مدام جامع مذكر بالواو والياء في الرفع وبالياء في الجر وفي الإيه النصب، لكنه قال هنا والإيه والصابئون، يبقى كسر الإعراب. كسر الإعراب يعني إيه؟ يعني السياق الإعرابي كان يتطلب أن تكون والصابئين، فلماذا عدل عن الصابئين وقال الصابئون، مع أن في آيات أخرى قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى، أو النصارى والصابئين، جبهة تمام مستقيمة ويا بعضها. نقول له هنا كلمة الصابئين جاءت مرة قبل النصارى ومرة بعد النصارى، أدي واحدة، وجت مرة بالنصب ومرة بالرفع، فعايزين نشوف إيه الحكاية بتاعتهم. أم قال لك لأنك لو نظرت إلى الزمنية وجدت إن الصابئة كانت قبل النصارى، فإن أردت ترتيبا تقول إيه الذين آمنوا والذين هادوا إيه والصابئين والنصارى، وإن أردت لأن الصابئة دي مش مشهورة زي أهل الكتاب زي يهود ونصارى، يمكن كتير ما يعرفوهاش، الكمية بتاعتها أو الشهرة بتاعتها في طبقات الكفر مش واضحة، فمرة يقول على منزلتي تبقى مؤخرة، ومرة يقول على زمنها تبقى إيه مقدمة. الله، فلما يأرخ لزمنها يقدم، ولما يأرخ لكميتها يبقى إيه يأخر. طيب آية جت كده وآية جت كده، قالوا آية جت والصابئين والنصارى، وآية جت والنصارى والصابئين، يبقى اللي جت في الأولانية بيشوف للزمن والتانية بيشوف الكمية. طب وإيه حكاية إنها مرة منصوبة ومرة مرفوعة؟ هذا اللي عايزه. أم قال لك لأن الصابئة كانت بتعبد الكواكب، واللي بيعبد الكواكب ده معناه إنه هو خالق، لكن دول كانوا يقولوا ده تبع موسى، ودول تبع مين؟ تبع عيسى، فيه رسل وبتاع وكتب وتوراة وإنجيل، إنما الصابئة بيعبدوا إيه؟ فهي كانت، والمنافق هو بيقول أنا مؤمن، يبقى المنافق بيقول إيه؟ أنا مؤمن بلسان ولكن قلبه ما فيش فيه إيه؟ إيمان. واللي بيقول الذين هادوا يقول ده احنا تبع نبي ومرسول وله معجزه ومش عارف ايه اللي هو ايه موسى، ولا صار احنا تبع نبي وله معجزه ومش عارف ايه اسمه يا عيسى. طب وانتوا يا صابئين ده بتعبدوا كواكب، فانتوا خارجين من الدائره دي خالص. فكأن الله اراد بقوله والصابئون ان لما يجي حتى الصابئين يا اولاد ربنا برضو يغفر لهم من امن وعمل صالحا، يقول ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون، أي والصابئون كذلك لهم حكم لوحدهم. والصابئون إيه؟ تبقى رفع، عشان كسر الإعراب ده عند العربي يعمل إيه في ودنه؟ يعمل رن. إيه كسر؟ لأن كسر الإعراب معناها أن اللفظ كان له سياق يتطلبه. فإيه اللي خلاها يعدل عندي؟ هي سهلة عندك، يمكن تمر سهلة عندنا لأننا مش أمة ملكة، إحنا أمة صنعة على الأول، لكن العربي ساعات ما كان يسمعها يعمل إيه؟ يقول الله سابقون إزاي جابها كده بالرفع وهي الأصول بالنصب؟ يوم يفتكر يقول مدام قالها بالنصب دي فتبقى مبتدأ، وعايز يقول إنها خبرها كذلك.
طب وليه قدمها ليه؟ أم قال لك علشان تاخد آية التقديم ويبقى فيها التأخير، لأن عطف الجمل اللي يبقى لازم بعد ما تستوفى الجمل. فكأنه قال إيه؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى. طب يقول والصابئون كذلك، يعني اوعوا تقولوا ده الصابئين كانوا بيعبدوا ايه؟ بيعبدوا كواكب، دول كان لهم شبهة. أم قال لك وبرضه الصابئين، زي ما تقول أنا هعفو عن فلان وعن فلان وعن فلان وبرضه هعفي عن فلان. إيه برضه هعفي عن فلان يعني معناها إيه؟ يعني ده كان مظنة إنه إيه؟ فجعل له جملة مستقلة، ولا أدل على الجملة من أنه يخرجها عن النسق الإعرابي، ما تتعطفش على الذين آمنوا اللي هم نفاقا ولا على الذين هادوا، بل يجي لها حكم مستقل. والصابئون كذلك. طب ما أخرهاش ليه؟ ما أخرهاش ليه؟ أم قال لك لأنه برضه في ملحظ هنا، هو قدمها قال والصابئون والنصارى. كلمة النصارى دي الإعراب عليها ظاهر ولا مقدر؟ ها؟ مقدر. أم قال لك طب ما هي النصارى؟ ما هم اللي بيعبدوا الكواكب زي اللي كانوا بيعبدوا عيسى ويقولوا ده إله. يبقى أكن والصابئون والنصارى كذلك. والصابئون والنصارى يبقى جاب لهم حكم مستقل. إن الذين آمنوا والذين هادوا ما لهم؟ من آمن وعمل صالحا لا لآخره. يبقى كذا والصابئون والنصارى كذلك، حتى لا تظنوا أنهم بعبادتهم لعيسى أو بادعاء ألوهيتهم لعيسى أو بعبادة هؤلاء للكواكب خرجوا من القضية. ما دام عاملين تصفيه بقى تبقى التصفيه يدخل فيها الايه؟ الكل. ولا ادل على ذلك من انك اذا اساءك قوم اساءات، واحد شتمك، واحد ضربك بالايد، واحد بيت لك وحرق لك البيت، ثم تقول والله انا عفوت عن فلان وعن فلان وعن وحتى عن فلان. يبقى اذا اقرا الايه بقى كده، ان الذين امنوا اي نفاق والذين هادوا، خلاص كده مالكم دولي؟ من آمن بالله وعمل صالحا فله كذا. وبعدين قال أنا مش عايز أعطفهم، أنا عايز أجعل دول حالة مستقلة. الصابئون والنصارى كذلك، لأنك ما تقدرش تقول النصارى دي معطوفة بالنصب ولا معطوفة بالإيه، لأن الإعراب عليها إيه؟ مقدر. وما دام إعراب مقدر على الإيه؟ على الألف المكسورة دي، يبقى صح إنها تكون مرفوعة. الصابئون والنصارى كذلك. ولا يعطف مفرد على اسم إن إلا بعد أن تستكمل خبرها، فكأنه أعطاها التقديم وأعطاها الاستقلال في الإيه؟ في الحكم. والذي يتكلم الله، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل. احنا قلنا الميثاق هو العهد المؤكد الموثق، ومعنى عهد مؤكد موثق مجرد عهد يبقى له وفاء، وعهد موثق يبقى له وفاء ايه؟ اشد. ولا توثق العقود الا ان كانت مظنة المخالفة، ما توثقش العقود الا ان كانت ايه؟ مظنة الايه؟ المخالفة. والمواثيق كثيرة. أهو ميثاق القديم اللي احنا في ظهور آدم، وإذ أخذ الله إيه؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. أو الميثاق الذي أخذه الله على نبينا لما إذا جاءكم رسول لازم تقولوا له عليه وتأيدوه وتنصروه. أو الميثاق الخاص اللي أخذ على كل إيه؟ على كل أمة، فكل أمة لها ميثاق عام يجمعنا اليوم ميثاق آدم، وبعدين ميثاق من الرسل، وبعدين في كل جزئية من جزئيات الدين يؤخذ ميثاق. احنا مثلا الإسلام مأخذ علينا ميثاق كتير، والنبي لما أخذ الميثاق لنفسه في العقبة مش قاعد يقول اعملوا كذا واعمل كذا واعمل كذا، قال له طب إن وفينا يبقى لنا إيه؟ يبقى الجنة، يبقى لكم إيه؟ الجنة. دي عهود ومواثيق ولا لا؟ أنا أخذت الميثاق من بني إسرائيل، وما دام اخذنا الميثاق يبقى وثقناه توثيق ايه؟ مؤكد. ولقد اخذنا ميثاق بني لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا، كلما جاءهم رسول
بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. طب أخذنا ميثاق وأرسلنا الرسل أي بالمنهج، لكن كل ما يجي لهم رسول إن كان الرسول على هواهم يمشوا وياه، وإن كان الرسول مش على هواهم يكذبوه يقتلوه. نشوف بقى الآية كده، لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، والميثاق عهد مؤكد باتباع الرسول إن قام بالمعجزة والإخلاص في أداء منهجه بلاغا مع الرسول وتنفيذا له في حركة الإيه؟ حركة الحياة. فلما جاء أمر الرسول بما لا تهوى أنفسهم عملوا إيه؟ تمردوا. أول التمرد يكذبوه، أنت تكذبه أنت حر، إنما دع منطقه ربما وصل إلى آذان تهتدي به يقوم يعمل كده، مش أكذبه بس ده أنا أنهي ذلك المنطقة أقتله. بما لا تهوى أنفسهم، طب إيه النفس دي؟ قال لك ما هو الهوى أولا، كلمة هوى دي إحنا لما نسمع الهي والواو والألف المقصورة ونسمع مثلا هواء ونسمع هوي كلها مادة واحدة، مادة واحدة مأخوذة من الهي والواو والألف المقصورة اللي بترسم يهدي، ومرة الألف المقصورة دي تتمد تبقى هواء ومرة بس تبقى هوي. أما قال لك إيوه بس كل حاجة لها معنى، كلها تدل على إيه؟ على التغلغل والانحياز. هوي يهوى هوى، أدي المصدر بتاعها، يبقى ما هو الهوى بتاع هوي يهوى؟ الهوى هو لطف الشيء في النفس. تقول لك الشيء ده خفيف على ايه؟ على نفسي كده اهوي، لطف الشيء في النفس والميل اليه بما لا ينبغي. لطف الشيء في الايه؟ في النفس والميل اليه بما لا ينبغي. شيء تستلطفه ويبقى في نفسك خفيف كده، وبعدين تميل انك انت تعمل حاجة نزوعية بس ما كانش ينبغي انك تعملها، ادي الايه؟ ادي الهوى. نقول له طيب يا اخي كل الهوى كده؟ ما فيش هوى يجي ان الانسان يميل الى انه يعمله وهو ما مش داخل في ما لا ينبغي؟ يمكن ينبغي. أم قال لك دي بقى نادر قوي، اللي يحمل نفسه على دي تبقى بقى حاجة عظيمة. ازاي؟ أم قال لك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الله، إذن الهوى ممكن أن يتجه إلى الإيه؟ الخير. ثم تقول له بقى هو يميل هوى شيء يبقى له لطف في نفسك وتحب وتميل إليه مما لا مغنى الأكثر، ولكن الذي يحمل على نفسه يكون هواه تبع للحق، دي مسألة بقى إيه؟ دي نموذجية في الإيه؟ في الأداء. ده كلام على ده اسمه ايه؟ الايه؟ الهوى بالقصد. والهواء هو اللي بيدخل في النفس ده عشان يعمل لنا الحياة، لطف مدخله في النفس كده، زي ولذلك بيقولوا اقبلت كالنفس المرتد، يعني شيء ايه؟ انت لما تاكل تشعر بان في عملية كده وحاجة كده، ولما تشرب تبقى اخف شوية، ولما تستنشق ولا انت داري بالحكاية دي، حاجة لطيفة كده تدخل في الايه؟ تدخل في النفس. بس ديا اسمها هواء وديك اسمها هوى. طيب في حاجة تانية اسمها هوي. هوي يعني ايه؟ يعني حب الى الارض، انحط الى الارض. فديا مش هوي يهوى، هوى يهوي. هوى، شوف الماضي والمضارع، ان كنت هجيبها من الهوى اللي هو مسألة الحب والبتاع دي تبقى هوي يهوى، إن كنت هتجيبها من السقوط تبقى هوى يهوي، إن كانت هنا مفتوحة تبقى هنا مكسورة. ولذلك يقول لك هوية الدلو، الدلو هوية الدلو يعني الجردة اللي بيجيبوا فيها الايه؟ المية، ساعة ما تيجي تنزله يسقط في الايه؟ يسقط في البير. ها
هنا بقى اللي في الآية من أي الألواح؟ أم قال لك من النوع اللي هو شيء يلطف في النفس ويمال إليه وهو لا ينبغي، لأن بقول لك كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كذبوا، فريقا كذبوا وفريقا إيه؟ وفريقا يقتلون. إذا كانت هذه هي العملية يبقى إذن هوى النفس مجردة عن المنهج هو اللي بيتحكم في حركته، هوى النفس المجرد عن المنهج هو اللي بيتحكم في حركته. لكن هل ترك الله النفس الإنسانية بدون عاصم لها من منهج؟ من قال لك افعل كذا ولا تفعل ولا تفعل؟ يبقى فيه منهج، يبقى ما دام فيه منهج يبقى كان يصح ان المنهج ده يبقى قيم على ايه؟ على خواطر النفس. طب وما دام المنهج قيم على خواطر النفس بتوجد ليه؟ كان بتتوجد ليه؟ ام قال لك لان حينبني عليها ان الانسان يهوى حق، يهوى حلال عشان يستبقي النوع، يهوى تجويد عمل، فإذا الغريزة دي لازم تكون موجودة. والحق سبحانه وتعالى يخلق الغريزة لمهمة لكنه يعصمها من غير المهمة، يعصمها من غير بالمنهج. يعني مثلا واحد يقول لك الله يا أخي ما هو اللي خلق الغريزة، يقول لك الغريزة الجنسية دي عشان بقاء النوع. يا سيدي لما تحس تنحرف بها عن غير بقاء النوع يقول لك إيه؟ إيه أفين؟ طب ما هو غريزة حب الطعام مش غريزة دي؟ ساعة الواحد ما يجوع غريزته انه عايز ياكل، لكن يقولك ما تبقاش شره، ما تبقى ايه؟ ما تبقاش نهم. غريز حب الاستطلاع، ما يحب الاستطلاع دي هي اللي خلت المفكرين يفكرون في اسرار الكون وايه ويطلعوا لنا ويستنبطوا. ان حرمتنا من دي تبقى حرمتنا من خير كثير في الوجود. لكن حب الاستطلاع، حب الاستطلاع ده ما يبقاش تجسس معه الله. يبقى اذا كل حاجه غريزه موجوده علشان ايه؟ تؤدي مهمة. إن خرجت عن مهمته الشرع يتحكم، أقوله لا بلاش دي. يبقى إذن الشرع بيجي عشان يعمل إيه؟ عشان يمحي الغرائز ولا عشان يعلي الغرائز؟ يعليها، يعني يعليها يعني إيه؟ يعني يستعملها فيما تؤدي فيه نفعا ولا تأتي بضار. يقول لك آفة الرأي الهوى، تبقى أنت قدامك قضية وفيها اتنين، واحد باين إنه مظلوم وواحد باين إنه ظالم، انما انت هواك مع مين؟ مع الظالم. تقوم تحاول تعمل ايه؟ تخالف منهج الحق عشان ايه؟ يبقى آفة الرأي الهوى. ولذلك الله سبحانه وتعالى عصم رسوله وقال ايه؟ وما ينطق عن الهوى. واحد يقول لك شوف اللي السطحيين بقى اللي ما بياخدوش بالهم من الاداء البياني، يقول لك ما ينطق عن الهوى. طب امال كان ربنا بيصوب له حاجات كتيره ليه؟ خد بالك اهو، امال ربنا بيصوب له ايه؟ حاجات كتيره ويعدل له فيه. قول له يا اخي انت مش فاهم الهوى. لكن حين صوب الله اكان هناك حكم لله قبل ثم هو عدل عن الحكم لهواه الشخصي، ولا هو بشريه انتهى الى ان ذلك هو الحكم؟ يبقى اذا ما فيش حكم، ما فيش هوى لواء، ما فيش ايه؟ هوى لواء. واللي بيصحح له مين؟ انت تقول انه كانه ان الهوى حين يوجد حكم لله في امر ثم يخالفه رسول الله تبعا لهواه ثم يصوبه الله، نقول له ما فيش حاجه من دي يا اخو، ده انما جاء التصويب في اشياء لم يسبق فيها لله حكم، ومحمد رسول الله يجتهد فيها ببشريته، يجتهد فيها بايه؟ مش عنده حكم والهوى خلاه يميل. يبقى وما ينطق عن الهوى معناها انه لم يكن عنده حكم من الله فخالفه اتباعا للهوى. يبقى تعديل ربنا له ما يثبتش ان له هوى، ما يثبتش ان له ايه؟ لان معنى هوى انه يكون في منهج وبعد ذلك هو يعدل ايه؟ يعدل عنه. كل التصويبات التي صنعها الله في امور لم يكن فيها ايه؟ لم يكن فيها حكم. ولما قلنا ان ربنا بيصوب له، بيصوب له باللطف الكبير، يقول له عفى الله عنك لما أذنت له، عفى الله عنك. ليه عفى الله عنك؟ لأن ما كانش عندك حكم، انت خالفته، انت خدت اجتهاد مين؟ اجتهاد البشر. لما تحرم ما أحل الله لك؟ الله. طب اللي بيحرم ما أحل الله له دي جاي على نفسه ولا على الناس؟ ده جاي على نفسه، ده هو بيرحمه. يقول له طب وليه تحمل نفسك شطر؟ شيء انا حللته ليه؟
تقوم تحرمه انت على نفسك؟ طب يبقى لمصلحته ولا مش لمصلحته؟ تبقى لايه؟ لمصلحته. يبقى اذا لما جه وزيد بن حارثه خير بين ان يكون مع رسول الله كعبد له وبين ان يذهب الى ابيه وعمه ويروح مع اهله، اثر من؟ اثر رسول الله. طب رسول الله لما يده يؤثر عن ابوه ده لازم يخليه في مقام ابوه، فقال خلاص قولوا عليه ده زيد بن محمد لانه ايه سببه وقعد وياي. وكان التبني معروف وكل حاجه، لكن يريد الله ان يبطل التبني، ادعوهم لابائهم. فشوف شوف شوف الرقه بقى، ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله. كلمه اقسط زي ما قلنا امبارح، ساعه ما تقول اقسط يبقى برضو فلان له قسط، فلان اقسط من فلان، يبقوا الاثنين في دايره العدل ولا لا؟ لكن بس ده مين اكبر شويه، انما الوصف الاولاني موجود للرسول ولا لا؟ طب ما دام اقسط يبقى مش عند البشر، ده اقسط عند مين؟ يبقى انت عملت الاقسط عند البشر، عملت الاقسط عند مين؟ عند البشر. يبقى اذا قول الحق سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى لا يستدرك عليه من مخالف لمنهجنا، انه يقول ازاي ما دام ما ينطقش عن الهوى ربنا بيصوب له اشياء. تقول له ما معنى الهوى؟ ان يوجد حكم لله ثم يعدل عن حكم الله اتباعا لهواه. وكل المسائل حدثت في امور لم يكن فيها لله حكم ولكنه اجتهاد رسول الله، فصوب الله له قال لي اعمل كذا واعمل كذا. ومن العجيب ان تصويب الله له لم ياتي على لسان رجل اخر وانما جاء عن لسان نفسه هو اللي يقول، يقولوا ده ربنا صوب لي. شوف أمانة البلاغ، ربنا اللي إيه اللي صوب لي. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. اللي عنده عدم إقبال على الإيمان بس كده لنفسه يكذب، إنما يكذب وخلاص وانتهى إيه انتهى امر. واللي عنده لبد اللي لدد ضد الايمان كله يوم يقول ولا اخليه يعيش عشان يمكن يقول للناس تانيين، يوم يعمل ايه فيه؟ يبقى ارتقاء في اللبد، اللي يكذب يكذب، ادي اول مرحله. والتاني يعمل ايه؟ يقتل، لان التكذيب تاب على اثر الحي وهو كلامه واخباره بنكذبه، انما القتل تاب على وجود الحي. شوف الفرق بين الاثنين. التكذيب بيعمل ايه؟ بينكر فعل او قول لمين؟ للي بيكذبه. لكن القتل إزالة اصل الحياه، إزالة. يبقى نقول اللي لدده اكتر اللي بيقتل. طب فريقا كذبوا، شوف بقى الدقه القرانيه، كان القياس كده يقتضي من غير لف ولا دوران، فريقا كذبوا وفريقا قتلوا. فريقا كذبوا وفريقا ايه؟ ما يكذبوا فعل ماضي ايه؟ وفريقا ايه؟ يقوم بقى دقة الأداء يجيب الاثنين ويقول واحدة بالماضي وواحدة بالايه؟ بالمضارع، علشان نقف نقول ايه يا اخو السبب ايه؟ قال لك ايوه، لأن التكذيب زي ما قلنا تأبن على حدث من المكذب، إنما التانية تأبن على وجود المكذب. فلما تيجي تكذب واحد غير لما تيجي تقتله، إن هي اللي أبشع بقى يبقى القتل، لأنه ده إزالة الوجود كله، ولكن ده إزالة أثر من أثار الوجود. قال لك فلما جه في التكذيب جابها بالماضي لأن ده حاجة حصلت إيه؟ فريقا كذبوا. ولكن لما جه في مسألة القتل البشعة دي لم يشأ أن يجعلها ماضي وفريقا قتلوا. ليه؟ قال لك لأن الحدث حين يكون بشعا ساعة يقع كلما مر عليه زمن هدأت بردت الحكاية. إيه اللي بيخلي الطارات تعمل عملها مثلا في البلاد اللي فيها الطار؟ إيه هو؟ إيه اللي بيخلي الناس تتعاطف مع مجرم قتل من 10 سنين أو من سنتين وبعدين ساعة ما يجي وحاكم ويعدم تبقى قلبها ويمين؟ لا، ويلي حينحكم عليه النهاردة بالإعدام. أم قال لك إياك
أن تنسخ من ذهنك صورة الحدث الأول ببطئه وتخليه ماضي وانتهى، بل استحضره ببشاعته، فجاب الفعل الماضي اللي هو للحال والاستقبال عشان يظل أثر بشاعة الفعل موجودة قدامك. ولا حاضر قدامك كده، كذبوا معلش يا سيدي كذبوا في الماضي، إنما قتلوا تقول لك ما هم قتلوا بقى وانتهوا وخلاص، ونبقى نعطف على دول على القاتلين، هم يقول لك لا استحضر ساعة تريد القصاص من واحد ما فعله من قتل زميله، وإياك أن تجعل ذلك نسيا منسيا لأنه ماضي، وتستحضر ده بس لأن تبقى المقارنة غلط، ولكن عايز تحكم عليهم الاثنين استحضرهم كأنهم ايه، يبقى لازم تشوف اللي قتلوا ده كأن دمه بيشر ومطعون ومش عارف ايه، وتشوف تمام كده قدامك عشان يبقى الحكم بتاعك ايه طيب، وإلا لا أخذت شيئا مستورا بالماضي بشيء ايه واقع في الايه واقع في الحال. فدائما يقول لك استحضار الصورة، ولذلك الله الذي أنزل من السماء ماء هو أنزل وخلاص، فتصبح الأرض مخضرة، الله ما قالش فأصبحت الأرض مخضرة، فتصبح عشان تستحضرها دلوقتي وتستحضرها في الايه في المستقبل، ولأن لما ينزل المطر مرة واحدة أثرها تفضل ايه أثرها تفضل فيه. تبقى في الحال وفي الايه وفي الاستقبال. فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. لما جاءهم رسول أقتلوا رسلا؟ عمر رسول ما ينقتل، لأن احنا قلنا ما دام رسول جاي عشان يبلغ منهج الله لازم ربنا يديله حياة علشان يبلغ المنهج. هم قتلوا أنبياء، طب وليه جاب رسلا؟ أما قال لك ما هم الأنبياء رسل أيضا، هو مش قل وما أرسلنا من رسول ولا نبي، يبقى الرسول والنبي مرسلين الاثنين ولا لا؟ بس الفرق ان ده مرسل بمنهج وده مرسل نموذج هداية لإيه؟ لمنهج آخر. وحسبوا ألا تكون فتنة، حسبوا ألا تكون فتنة، حسب يعني إيه؟ حسبوا في حسب وفي إيه حسبة، حسب بمعنى عد الحساب يعني، وحسب بمعنى ظن، ديك حسب يحسب خلاص، ودي حسب يحسب، يبقى الخلافة بين الماضي وبين الايه وبين المضارع. احنا لو افتكرتم قلنا النسب اللي بتحدث في الجمل اما ان تكون معتقدة وعليها دليل زي ما قلنا، واما ان تكون امر لسه مش معتقد بترجحه بتسويه، يبقى شك او ظن. اهو الحسبان أن تعتقد شيئا راجحا أن يكون، وإلى لقاء آخر.